اطلب في اي زماني شي اي حكايات وصعوب عليك ليمون عمره ما يخلي تيباني تيباني اطلب في اي زماني شي اي حكايات وصعوب عليك ميموني ديبانر أصله انفورماتيسيان عنده سنين مرسم في الشمار رقد وقام جاب لنا فكرة جديدة عمل للناس استام الديبانر ديباني ديباني اطلب في أي زمان يجي أي حكايات وصعوب عليك ميمون عمره ما يخلي ديباني كل الناس الأحباب والجيران عنده سبع سنايع يفهم في أي دومان مفوتو شي حتى بان ما يصعب عليه ميمون الديبانر خمسة والخميسة علي ديباني ديباني اطلب في أي زمان يجي أي حكايات وصعوب عليك ميمون عمره ما يخلي شنو صحيح عبدوس؟ باقي شد الصحيحة؟ ماكش ليه نقرا نستعرفها؟ هيا عاد ما كانش نستعمل معاك 9-4-12 معناها كيما في النفا فريم هيا اش قررت؟ علاش مخبي؟ خايفة؟ حشمة؟ وهدى؟ ولا شك؟ يا تكلم ما كاش مش معينك العباس تعرف عباس عباس ما يعرف يتكلم كان بيدي وبدماغ شيء بقش بصحيحة باهي عباس شبيه انت ما حبش استعرف 100% دوري في بكوش بكوش هنا ما نطلعهم شنيولن بغومن شو ماخر يا حمدون بسم الله شبيك الحمد لله عليك فقط جاك جواب مسوقر بسم الله لفعة لفعة شد ونعرف عليه مشكونين تلقاهم دارنا توحشوك حتى انتي اسم الله من اللي جيت هوني ما تحلحستش نقصد عندك برشا ما مشيت طليت عليهم اخي معاش تحب تمشي البلاد شو مش قلقت منك ايجا نقولك شو ايجا ايجا شو شو ايجا امشي اعمل تنقيزة طلع الجماعة وارجع بعد عامين ثلاثة شو راه يزمك تلقى حل حياتك وجه الواقع شنية كسر اكل حاجز اكل السيكولوجي اللي يمنع الانبثاق شبيني وليت نتكلم هكا كالمسامح كريم انا اسمع سي حمدون دبر راسك انت كبير وتعرف ما يصلح بيك انا هاني ماشي للسوق وانت ما تنساش تمشي للبوستة يسق فيك التمبري عباس سيدي لو كان ضايع في الحومة ما قلكش منين لا ما تكلمش بالله بالله ما يتكلمش على كيفه هو تي ما يظهر لي ما يظهر لكش يعيشك العون كيف يسأل المواطن يجاوب سيناء هذا يتسمى تسيب وأنا فديت من حاجة اسمها تسيب واضح شو اسمك ومنين
مش جاي تكبس في الحومه. هي ما استنى نفسر لك. ما تفسر لي حتى شيء عايشه. مش على خاطر قبل عاد كليناك من القلب نتاعكم توا باش تفيونا. عام ونص ثوره راه. خلي لك نتعملوا اللي تحبوا. اتكلمت كيف ما تحبوا. يزي عاد وين ماشيين؟ ها؟ باش تتكلم ولا ترسيني نراجع معاك ميثاق حقوق الانسان؟ عيش ارتاح برا ارتاح برا ارتاح نفجع فيك وبرا برا امشي برا امشي برا امشي برا نفجع فيك وبرا شبيك خايف من قبل نحب نفسر لك السيد لا يتكلم ولا يسمع انت ما قول لي عاد من الاول هند هي وانت خليتني نتكلم باهي باهي بركه باهي اسمع باش تسمع هذا هو ما يسمعش تعرف تكتب تكتب ها رجع يحرك في سويلو تي لا هذاك يتكلم بلغة الإشارات تي برا عاد تو كيفاش نفهمو تي أنا مانيش فاهم روحي عندي الحل نعيط لخو مدام حليل مو ما يتكلمش أما يسمع ويعرف يكتب زادة ينجم يخدمنا مترجم فكرة هايلة أي أبا تعاون يجيبو برا حاضر اقعد اقعد ارتاح اقعد اللي يسمعك انت اللي راك يقول فرحت بيك في السلسله نتاع الداخليه خسر على السلسله نتاع الداخليه يا ندراوينو توا وش عامل سايبو فيه ذر كيك يلوطو بالدهن الملون الله يهديك يا ثوره الله يهديك ها يدخل تحرك خايف يشدوك رادار انا يدي له يقرا لي يدي مدلك عليك باب ها هاي برقيه من عدلي هذا ذاك علاش بتخبي هوني انت عامل عمله اي ايش هي شنو انا باهي ما تخافش عارفك تلجش نظيف باهي ما تخافش ما تخافش يا حمدون هذا مش كنا عيط برمشي شو يا انا قاعد نخدم برمشي شو مش قلت ما انتش خواف هاي مش قلت ما انا عمل شيء يجي يا حمدون يا اخي لباسة اش بيه السيد تفضل تفضل اش بيه مخرار مرار ولا هذو مرحبا اش بيه السيد يا اخي كيراني هرب متاثر بالاحداث اللي صارت في مملكه البوراندي واش ندخلوا في البوراندي كاو سمع البارح رئيس الحكومه يندد صباح حتى هو يندد لاباس لا لاباس اما حاشتنا بخو مدام حلمون حاشتك بحمدونه مش انا حاشتي بيه اما التعليمات نتاع السي عباس تقول لي حاشتنا بيه في المركز اكيد 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 اي في علمي في علمي في علمك هي ما وصلت تو برقيه من البوسطه عجب المفيد قل له اني حاجتي بيك تو شوف هو كريتو متقلق شوي برا رجع المركز انت دري يجين ويجي لا الزميله هندا حاجتها بيه قالت لي ما تجي كان بيه هندا هندا اي واكدت عليا باش ما ندخل كان ساقه في يدي تي لا يدي في ساقه تي لا هاي هاي ساقي ساقه هاني باش ندخل نحاول نقله اونتر تو تحب نبدل الكتاب تقراها لا مرسي عليك أما كان عندك حويجة تتاكل يا أخي ما زلتوا تاكلوا فوق السيرفيس كالعادة حتى شيء ما تبدل باهي ملا هل الفريجدير قدامك معبي بالخيرات السبعة ما تحشمش لاباس 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 الحكايه ظهرت ماشي عند العدليه ظهرت مشتوا لها بها المركز نتاع حومتنا
انا يظهر لي تمشي تقص تذكره وترتاح. كوراج العون يستنى فيك البر. بعثتوا العون هند قاتلوا جي ساقي ساقي ساقو جيبو جي ندا هاي هند العون هند هند هاي هاي حنمشي. وانا انا باش نمشي معاه. كان في بالي بيك باش تهمم هكا، راني من بكري قلت لك نمشي معاك. حمدون بالله شكون بعث باش يجيبو؟ بعث العون خميس. اوه يا عون خميس، يتحب له خمسة ساعات باش يشق رمبوان ذاك. وي يدخل. هذا المدعو حمدون، وهذا المدعو ميمون. شن دخلني انا هو الرجرجي؟ صار تعرفو؟ شنو نعرفو؟ صاحبي. هيا تفضل. شكون السيد؟ انا سيد. البكوش. خوما دا محلاه زادا تخواتي كل بكاكشة كان هي لساني قريب يخرج من بلحوح. انا نعرف واحد برك حمدون. اي اخوها هذا شو اسمه؟ شكون السيد ما نعرفوش؟ با با اي توا مش قلت نعرفو باش تلبسوني قضية ما نعرف حد. انا مروح. استنى 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 صفا 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 فهمت سي حمدون. نجم تترجم لنا السيد هذا اش قاعد يقوله؟ شكون زاد؟ سرى الحكايه هذه انتم عيطوا له حمدون حقق عيط المدام احلام خير. علي تخد تفهم في لغه الاشارات؟ لا اما تمكن بالعبد تمخذوا تمخذوا اللي تنطقوا من جنبه. بون حتى حمدون خوها. يا يشكم عاد ركزوا شويه عاد في حكايه السيد هاي واضح؟ بيه بيه سي حمدون يترجم لنا السيد اش قاعد يقول وسي مون يترجم لسي حمدون عندك. حمدون نطقوا أبا أه. أم أم أب أت أبا أت خسر في عيني خسر في عيني أبا أن أبا برا ما يتكلمش وما يكتبش وما يفهمش لغة الإشارات ختمت. أنا فهمتك حاول مرة أخرى لا تيأس هيا. باب متى ما باب أه باب ت ت ت ت لا باب 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 بتيك با بت بت انا بت بت ابي ابي انت بت 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 انا بت 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 امم بت 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 يا عزيز اسكت انت. شو قلت لي ايامات ضربت اشهر بديت لي بارويتا قريب تردوا لي ريستوران بيزاري ودرست اضرب من هنا للماده الاخرى. مش معقول اختي مش معقول. صباح الخير يا عسل ويا احن واعز. شو عايش بنتي شو يجي من ضربين اللغه راني حفظتك وكان صاحبك عسل الكل باهي. انت يا عسل حر حر حر. وشكون هذا شكون العزري هذا اش بيك تدندني تحت راسي صباح ليل قايله راسك ما وشعكش؟ انا كليون كلاسيك مانيش في طلب مضمون ظاهر. مذهبك يا وليدي باش تحب الساندويتش بالطن 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 حطك فيه هريسه وشويه مايونيز. اسمع اختك من المايونيز تبدلك مطعم المالح
اش قولك هكا نحط لك هريسه عربي؟ اي اي اللي عملت فيا مبروك. اوكي مع الهريسه هذيا نزيدك خيط، زيت زيتونه، لان ودك كلها شهيك. خيطني. اي. اسمع، عندك حساسيه من النعناع؟ عليه باش تحط فيه تاي؟ تي ليه؟ عندي بصل مفوح بالنعناع بنين. اي كثر لي من البصل، حاجتي بيه. تحبش؟ مبروك ما عملت فيا، مبروك ما عملت فيا. ليمون. بيت في الزيترة. يقيموا عاد وقيترة. وطن. حط الليمون. زيد ليمون، زيد. يزي. اشتلفها؟ يلف يلف يلف. تفضل. اش قولك في واحدة هكا في فيو سيدر فرابي؟ أي. خارجة من قاع الخابية، كنا نبيعوا فيها في الحمام. أي بزيت كاسة مرة، امشي امشي هات. هاي تيخو. أي ملح ما فاش كنا نحكيو يا عسل الحومة أنت. لا تو باش نحكيو، شوف نحب كسكروت كيفو بالضبط. أما نحبو دوب الكبار ودوب الليمون. ودوب التن ونحبك تشخشخو بالكدا بالكدا شخشخو تعبيه تغمو بالبصل على خاطر المرحوم الخراني الله الله يرحمه كان حرمني منه. امشي تدلل. امشي با سي المترجم وين وصلنا؟ هاي كانك على المجهول اللي قدامي طلع رايح ونضيع الكار وسطوش وفلوسه. هاني قال نبعث في برقية للمنطقة نتاعو الليلة ما يبيت كان في دار. باه واضح. أستاذ نعم البكوش البكوش الآخر يا سيدي بن سيدي حالة أنيك اللونجاج دي سيني نتاعو ما قريتهم في حتى كتاب وما سمعت به في حتى كولوج كيما تقولوا أنتوما يتكلم في الكجمي نتاع لغة الإشارات. ساعة أنا ندفع شطر عمري ونعرف الشوك اللي خلاه يبكش. كنت حاب تعرف ننصحك تهزوا المركز البحوث السيميولوجية. تعرفها كلمة السيميولوجية اللي تفك شفرة اللغات البدائية؟ أبا 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 قلت لك تحب تهزني للسبيطار؟ لا مش سبيطار، تي سونتر هاي ومعروف الوسط العلمي، تي هما اللي ديريير مون ترجموا الإشارات متاع القرودة. قرودة قرودة؟ ايه قرودة. عمدون هاي تشابط 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 نمشيو للمركز بتاع القرودة خير هاي. ماني شي اي حكايات وصعوب علي ليمون عمره ما يخلي ديباني من ديباني اطلب في اي زمان يجي اي حكايات وصعوب علي ليمون عمره ما يخلي. ليموني ديبانر اصلو انفرماتيسيا عمدو سنين مرسم في الشمار رقد وقام جابلنا فكرة جديدة عمل للناس استعمل ديبانر. ديباني من ديباني اطلب في اي زمان يجي حكايات الصعوبة لي ليمون عمره ما يخلي. ديباني كل الناس الأحباب والجيران عنده سبع سنايع يفهم في أي دومان ما فيوتو شي حتى بان ما يصعب عليه ميمون ديبانار خمسة والخميس علي. ديباني من ديباني قطل في أي زمان يجي حكايات الصعوبة لي ليمون عمره ما يخلي. توانسة أكثر الشعوب تخدم بالديباني
الباناج لازمنا كل شهر رئيس نقولوا له ديجاج بس ما كان دي بانيني يرحم بوك وما تخليني انت اليوم افرح بيا وانا غدوة ما خليني دي بانيني دي بانيني قطل في اي زمان يجي اي حكايات صعوبة لي يمر عمره ما يخليني سيستام الديباناج مش كيف كل سيستام مادام عنده جاروح حمدون وما دام احلام عشرة الديباناج يوفى معها الكلام برشا حكاية مزيانة قاعدة تزيد مع الايام ديباني من ديباني قلت في اي زمان يجي اي حكايات صعوبة لي يمر عمره ما يخليه